ما نسمع سؤالاً: ما هو أفضل لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19؟ وما الفروق بين اللقاحات المتوفرة حالياً؟ وسنتعرف فيما يلي على اللقاحات المتوفرة، والبداية من لقاح معهد جماليا الروسي. اسم اللقاح سبوتنيك في، وطوره معهد جماليا في موسكو، واللقاح الروسي قائم على نواقل من الفيروس الغدي adenoviral vectors. النوع الثاني لقاح أسترازينيكا إكسفورد. هذا اللقاح طوره المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة إكسفورد، والتقنية التي يستخدمها هي النواقل الفيروسية viral vector. النوع الثالث لقاح فايزر بايونتك، طورته شركة فايزر الأمريكية وشركتها بايونتك الألمانية، ويعمل على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال messenger RNA أو mRNA، وهو جزيء يخبر خلايانا بما يجب أن تصنعه. النوع الرابع لقاح موديرنا. هذا اللقاح طورته شركة موديرنا الأمريكية، ويستخدم لقاح موديرنا تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال نفسها التي يستخدمها لقاح فايزر بايونتك. أما النوع الخامس فهو لقاح شركة نوفافاكس، اللقاح الذي طورته شركة نوفافاكس الأمريكية، ويعتمد على إدخال جين معدل في فيروس يسمى الفيروس البكتيري. النوع السادس هو لقاح شركة جونسون أند جونسون، اللقاح الذي طورته شركة جونسون أند جونسون الأمريكية، ويعتمد على فيروس غدي معدل Modified Adenovirus. أما النوع السابع فهو لقاح شركة سينوفارم، من تطوير شركة سينوفارم الصينية، ويعتمد على فيروس معطل خامل، وقامت شركة سينوفارم بتطويره بالتعاون مع معهد ووهان لعلم الفيروسات ومعهد المنتجات البيولوجية، وذلك وفقاً لتقرير في دويتشي فيله.